الله الرحمن الرحيم اشرقي شمس بلادي اشرقي وارسلي نور الوداد ارسلي واعلني في كل ناد اعلني باتحاد سائرين اعلني بكل عبق الزهور وازكى العطور وبكل اغاريد الطيور مشاهدينا الاحبه وكل من يتابعنا ويشاهدنا عبر شاشه التلفزيون سلطنه عمان ويتابع قهوه الصباح صباحكم جميل في هذه الأسبوعة الجميله وفي هذا اليوم اللي نسعى من خلاله جميعا كل فرد على هذه الارض الطيبه تحقيق الانجازات واروع النجاحات بكل تفاني واخلاص لهذا الوطن الغالي ولرافع شانه في هام المعالي مولانا حضره صاحب الجلاله السلطان المعظم في قهوه الصباح يتجدد اللقاء بكم مع وقفات مختلفه ومتعدده حضرناها لكم الوقفه الاولى ستكون بمشيئه الله تعالى مع ثقافة الادخار في فقرة اقتصادنا في اليوم، هذه الثقافة الجميلة والمهمة سواء للفرد أو للأسرة أو للمجتمع بشكل عام، ستكون لنا إن شاء الله تعالى يعني أحاديث جميلة وشيقة في هذا الموضوع، أيضا فقرتنا ووقفتنا الثانية ستكون مع مسابقة محاكاة سباق السيارات اللي طبعا تنظمها جماعة الهندسة بجامعة السلطان قابوس، أيضا محطتنا ما قبل الأخيرة ستكون مع الفرق التطوعيه وهالمرة سيكون معنا فريق ايادي تنبض بالعطاء والفقرة الاخيرة ستكون مع جديد التقنية واحدى التقنيات الجديدة والمبهرة بامانة سنتحدث اكثر عنها بمشيئة الله تعالى في هذا الصباح ايضا نتمنى للجميع السعادة والفرح والسرور وفي قهوة الصباح يتجدد اللقاء بكم فاصل وسنبتدئ بمشيئة الله رحلة اليوم تابعونا ركننا من جديد مشاهدينا الأحبة وكل المتابعين طبعا رقم البرنامج للاستفسار وايضا التواصل معنا على اثنين أربعة تسعة أربعة ثلاثة سبعة صفر واحد مجددا اثنين أربعة تسعة أربعة ثلاثة سبعة صفر واحد وايضا نحن او كل من يرغب ايضا في التفاعل والتواصل معنا عبر صفحاتنا التفاعليه التويتر أت امان تي في جنرال، الفيسبوك امان تي في جنرال واليوتيوب امان تي في جنرال، كما عودناكم مشاهدينا في فقره القهوه الصباح في قهوه الصباح وفي فقره الصحافه نستعرض لكم ابرز العناوين، عناوين ثلاث صحف من جرائد طبعا وصحافتنا المحليه اللي هي عمان والوطن والرؤية ونبدأ على بركة الله مع العناوين جريدة عمان وهي السلطنة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة التصحر وأيضا في جريدة عمان تشكيل فريق عمل لمتابعة تجويد خدمات الاتصالات وزيادة انتشارها أيضا في جريدة عمان إنجاز خمسين بالمئة من الحزمة الأولى لطريق الباطنة السرية كانت طبعا تلك العناوين الرئيسيه بجريده عمان اما في جريده الوطن وزير الصحه يتراس اجتماع مجلس الامناء بالمجلس العماني للاختصاصات الطبيه. وايضا اجتماع تحضيري للجنه معرض مسقط الدولي للكتاب 2015. وفي الوطن ايضا السلطنه وتايلاند يستعرضان الفرص الاستثماريه المتاحه في مجالات الاستزراع السمكي والتعاون في تنفيذ البحوث والدراسات. عمان والوطن والان ننتقل الى الرؤيه، تعديلات قانون المرور، اشتراطات لحصول غير العمانيين على رخصه السياقه وتغليظ عقوبات المخالفات. وجمعيه سيدات الاعمال البحرينيه تشيد بجهود صاحبات الاعمال العمانيات. وايضا اما الان ننتقل الى الاخبار العالمية من مختلف المواقع الاخبارية حول العالم الكوب الذكي يعطي بيانا بنوعية وعدد سعرات المشروب نجحت احدى الشركات الامريكية في تصنيع كوب ذكي يمكنه التعرف على الى السوائل التي يحملها فضلا عن تركيبتها الكيماويه وتوفير احصاءات عن طبيعه المشروبات الخاصه بك وعدد السعرات الحراريه المتناوله كما يمكن للكوب الذكي الذي من المنتظر ان يتم طرحه مع مطلع عام 2015 ابلاغك الى اي مدى يتمتع جسمك بمعدلات مرتفعه من الترطيب. وايضا الخبر الثاني دبي تستعد لافتتاح اول حديقة فراشات في الشرق الاوسط قريبا سيتمكن زوار حديقة المعجزة في دبي والتي تضم 45 مليون نوع من الازهار من الاستمتاع والتعرف على الاف الفراشات الجميله والفريده من نوعها حديقه الفراشات التي تعتبر الاولى من نوعها في الشرق الاوسط هي حاليا قيد الانشاء تضم الحديقه التي صممت على شكل دائري تسع قباب كل منها بلون مختلف ستكون موطنا لعدة أنواع من الفراشات من 24 بلد استوائي فضلا عن متحف للفراشات حيث ستطير هذه الفراشات بمختلف ألوانها وأشكالها وأحجامها فوق مجموعة من الزهور والنباتات وحول الزوار أيضا وأخبرنا الأخير من الأخبار المنوعة العالمية عجوز أمريكي يحاول يحول طائرة بوينج إلى منزل لأسرته بروس كامبل الذي يعيش بولايه اريغون الامريكيه يسكن بالفعل داخل طائره بوينغ والتي حولها حولها من الداخل لمنزل كامل من خلال اجراء العديد من اعمال الصيانه والترميم لها كي تصلح للعيش فيها فقد اكد كامبل ان قيامه بهذا العمل الغريب ايمانا منه بان عمليات اعاده التدوير هي عمليه بالغه الاهميه مشيرا الى انه اسند الطائره على اعمده خرسانيه من الخارج لكي تقف ثابته دون اهتزاز او حركه إذا مشاهدينا كانت تلك يعني أبرز العناوين في صحفنا المحلية عمان والوطن والرؤية بالإضافة أيضا إلى الأخبار العالمية المنوعة في قهوة الصباح حضرنا لكم مجموعة من المحطات المختلفة والوقفات اللي نتمنى أنها تنال رضاكم واستحسانكم تابعونا مشاهدينا وصباح جميل نتمناه لنا ولكم. من جديد مشاهدينا مرحبا بكم كل من يتابعنا عبر طبعا شاشه تلفزيون السلطنه او يتابع قهوه الصباح او يستمع إلينا عبر الاثير عبر التردد 106.5 نصيحتنا اليوميه التقيد بقواعد المرور لا تتصل حتى تصل ولاجل عمان اترك مسافه امان واربط حزام الامان لكل ايضا نسال السلامه لكل مرتادي الطرق في هذه اللحظات احنا متواصلين معكم مشاهدينا في جعبتنا العديد من المحطات مثل ما ذكرناكم موضوعنا الاول عن ثقافه جدا مهمه سواء للفرد او المجتمع او للاسره بشكل عام وهي طبعا ثقافه الادخار سنتحدث اكثر حول هذا الموضوع الشيق والجميل والمهم مع الاستاذ ايمن بن احمد الشنفري المدير العام للجمعيه العمانيه للاوراق الماليه صباحك خير استاذ ايمن ومرحبا بك معنا في قهوه الصباح صباح النور وسرور يا مرحبا بك معنا ثقافه الادخار من الثقافات جدا مهمه اللي ينبغي على الفرد او ايضا المجتمع مثل ما ذكرنا الكل كل افراد المجتمع انهم يتمسكوا بهذه الثقافه نخبر المشاهدين كذا عن اول شيء مفهوم هذه ثقافه الادخار. آه، ثقافه الادخار بالمفهوم البسيط نعم. هو ادخار الفرد جزء من الدخل وادخاره لوقت الحاجه نعم. ويكون هذا المبلغ المقتطع من المبالغ الغير مستهلكه من دخله نعم. وبالعاده هي مبالغ فائضه تستخدم في تامين قضاء امور او اهداف معينه في المستقبل جميل اذا ايضا نتحدث استاذ ايمن أن يعني هناك نوع من ما خلينا نقول خلط او كيف يمكن التفريق ما بين يعني مفهوم الادخار وما بين ايضا المفهوم الاقتصادي الاخر اللي هو الاقتصاد هو في, في الواقع انه نعم. الادخار مرتبط بالاقتصاد، النظرة الحديثة للادخار يجب أن تكون مترابطة مع أوجه الاستثمار، فإذا كان الادخار على مدى طويل، نعم. يجب أن يستثمر المبالغ المدخرة لكي تعود بعوائد وأرباح أو فوائد للشخص الذي يقوم بالادخار. صحيح نعم، إذا الاستثمار هي فقط أن عملية أطول شوي. هي هو في الواقع أنه الادخار نعم. شيء والاستثمار شيء، الادخار نعم. يقوم الشخص باقتطاع المبلغ من عوائده المنتظمة أو الشهرية أو مدخولاته التي يحصل عليها من خلال عمله الدوري يميل. ولكن هناك عدة أنواع للإدخار يمكن تصنيفها على عدة نقاط توضح مدى ارتباط الإدخار مع الاستثمار أو هل هو يجب أن يكون بشكل منفصل أو مرتبط بالاستثمار بالإد... نذكر هذه الأنواع أستاذ إيمن؟ طبعا الادخار بالمفهوم العام للغالبيه او الذين يتخذونه يكون بالغالب للادخار الوقائي من اجل تامين أو تأمين ال يعني الضرورة الحاجة؟ تأمين نعم الاحتياجات الضرورية نعم ومواجهة المتطلبات الحياة أو الظروف الفجائية على قلتهم في اليوم الأسود يعني احتفظ احتفظ بقرشك الأبيض نعم اليوم الأسود صحيح هاي بالمعنى الدارج يعني نعم النوع الثاني النوع الثاني مفترض أنه الشخص نعم يخطط لحياته خلال المستقبل ففي نعم. بعض الأحيان تكون هناك متطلبات آنية خلال وقت قصير أو متوسط الأجل، فقد يكون للأشخاص أو الأفراد رغبة في أن يكون في قضاء بعض الالتزامات أو شراء بعض الحاجيات كشراء الأثاث أو السيارة أو مثلا التخطيط للسفر أو الترفيه نعم. فمن الممكن أن يكون الادخار لهذا الغرض وهذا الادخار هذا النوع يسمى الادخار المنشئ من أجل الحاجة وهذه آه هذا النوعيه من الادخار عاده تكون آه فتراتها متوسطه الاجل غالبا تكون في خلال مده من ستة اشهر الى عام او عام ونصف ولا ينطوي تحت الادخار الطويل الاجل جميل. هناك نوع آخر الذي أود أن أصل إليه هو, هو الادخار الاستثماري نعم. أي الادخار الموجه هذا اللي نتكلم الحين عن الاستثمار وكذا هنا يجب الربط بين النظره الحديثه في الاقتصاد بان يكون المدخرات لها اثر او وقع ايجابي على الاقتصاد بحيث ان تكون المدخرات التي يجمعها الشخص او مثلا يقوم بادخارها في حساباته يكون لها هدف شخصي وهدف على مستوى المجتمع قد يكون الهدف الشخصي هو قضاء حوائج الشخص نفسه كمثل مثلا خلال مدة, طو... خلال مدة طويلة تكفيه نعم. عند مثلاً سن التقاعد أو التخطيط لتعليم الأبناء صحيح. نعم. أو مثلا بأخذ ملكية أو شراء عقار نعم. هذا ممكن خلال فترة طويلة تكون العوائد عليها عالية جدا نعم. جميل فب... فبالتالي نعم. عامل الزمن في هذا الجانب هو عامل مهم جدا نعم لان الارباح تكون تكون متعاظمه ومتراكمه ويمكن ان تخطط باكثر من شكل هذه العوائد الادخاريه بالاستثمار بان تكون في عده اوجه كالاسهم والسندات ووثائق نعم الصناديق والشركات التي يمكن ان تستثمر فيها كما كما يكون للشخص المدخر ان يقوم بادخار هذه المبالغ لإنشاء أو عمل مشروع خاص به جميل. خلال الفترة المستقبلية منها يستفيد منه بشكل شخصي وكذلك تعم الفائدة أو صحيح. على الاقتصاد بشكل عام <applause> إحنا سذيما راح نتحدث إن شاء الله أكثر عن أهمية الادخار وعن أيضا أمثلة نضرب أمثلة على هذا النوع وعلى هذه الثقافة أيضا لكن نأخذ اتصال الحين نقول السلام عليكم وصباح الخير وعليكم السلام ستيف صباحك الله بالانوار وياك يا رب العالمين يا مرحبا سيف العوفي هو طال عمرك حياك استاذ سيف شخبارك الحمد لله يا مرحبا وسهلا سعيدين بمشاركتك لنا يعني من الصباح الله يعزك وانا اسعد طال عمرك يا مرحبا وسهلا حياك و... الله الل... والكل يستفيد الله يحفظي الله يسعدك يا رب العالمين يا استاذ سيف يعني طالع. موضوعنا موضوعنا اليوم عن ثقافه الادخار عندك تعليق نعم او اسئله او استفسارات حول هذا الموضوع إن شاء الله لدي بعض التساؤلات أخي سيد يلا نسمعك إن شاء الله سؤال الأول هل كل فرد قادر على الادخار نعم وكيف يبدأ بالادخار من أول حياته جميل سؤال الثاني ما الذي يمكن أن يدخر نعم يعني ليست النقود هي الوسيلة للادخار طبعا النقود طبعا هي الوسيلة لكن ممكن هناك وسائل أخرى كادخار الأراضي نعم كإدخار يعني أشياء أخرى أرجو من الضيف ان يذكرها ان شاء الله تعالى بيدل. سؤال الثالث هل نعم. الجمعيات نعم. او المحص او او المحصله كما تسمى تعتبر نعم. وسيله للادخار نعم صاحب الدين ممكن ان يرد ويقول هل باستطاعتي ان ادخر نعم آه... الادخار الجم... الجماعي الادخار الجماعي سواء كان على مستوى ال... ال... الاسره او على مستوى الجماعه او على مستوى المجتمع نعم يعني كيف ترون الادخار الجماعي؟ جميل، شكرا هذه استفساراتك استاذ سيب، بارك الله فيك احسنت أستاذي. وسعيدين بتواصلك الدائم معنا استاذ سيب، بارك الله فيك. احسنت يعني نبدا من الاخير استاذ ايمن عن سؤاله الادخار الجماعي اهميته وفائدته الادخار الجماعي قد يكون ورد خلال الفترة الماضية في ما يسمى الجمعيات نعم بان يقوم مجموعه من الاشخاص بالتكاتف بدفع اقساط دوريه ومتساويه ويقوم كل منهم باستلام مبالغ كامله بالترتيب كل كل شخص حسب دوره في هذه العمليه هنا يوجد تعاون وهي عمليه جيده لكن بشروط معينه والشروط هي ان يكون الاشخاص كلهم ثقة ومجموعة واحدة قد تكون من الأهل أو قد تكون زملاء العمل ولكنها قد تنطوي إلى بعض المخاطر أنه بعض الأشخاص قد لا يستطيعون الاستمرار أو دفع بعض الأقساط وفي هذه الحالة يجب أن يتخذوا الأشخاص الحيط والحذر في هذا الجانب صحيح أما في الجانب الشخصي أعود إلى سؤاله الأول هو يقول هل يستطيع الشخص ان ان يقوم بعمليه الادخار نعم كل شخص يستطيع ان يقوم بعمليه الادخار طالما انه يستطيع عمل موازنه بين مقدار مدخولاته ومقدار مصروفاته ويحد من بعض الاشياء الاستهلاكيه الغير اللازمه او الكماليات الغير مطلوبه في حياته اليوميه بشكل اساسي فانه يستطيع ان يخصص جزء من دخله الشهري ويدخرهم جميل نعم نحن راح نتطرق ايضا الى من خلال حديثنا استاذ ايمن عن الاسئله ايضا الباقيه المتبقيه اللي ذكرها استاذ سيف ولكن سؤالي يعني نرجع لعمليه الادخار بشكل عام هل هي عمليه سهله؟ هل هي يعني مكتسبه ام بحاجه ايضا الى تعلم وتدريب وممارسه او شو بالضبط؟ فاعتقد انه المفترض انه الادخار هو الشيء الطبيعي المفترض الذي يمارسه كل شخص لان ديننا الحنيف اوصانا واوجب علينا صحيح عدم التبذير وعدم الاسراف وكذلك اوصانا بالجانب الاخر عدم التقتير هنا ف... ايمن يعني ارتباط ايضا يعني عشان الواحد يقول لك والله الفرق بين الادخار وما بين البخل هذه الاجابه موجوده معك بالفعل لين. نعم البخل يدخل عندما تدخل في جانب التقتير لكن عندما تدخل في جانب الاعتدال <applause> والموازنة في أمورك الحياتية ومدخراتك أو مدخولاتك فأنك بتستطيع أن توازن بين ما يأتيك وما تصرفه وبالتالي تستطيع أن تخصص جزء من هذه المدخولات إلى المستقبل لكي تؤمن بها متطلباتك واحتياجاتك المستقبليه نعم استاذ سيف وانا ايضا نسال عن بعض النماذج امثله على عمليات الادخار بشكل عام المعروف عمليات الادخار بصفه عامه بالنسبه للافراد قد تكون بالوسائل التقليديه قد نعم. يحتفظ بها الاشخاص في حساباتهم الجاريه او حسابات التوفير وقد تكون بطرق اخرى قد يقوم بعض الاشخاص بعمل اضافي نعم. فوق عملهم الاساسي اليومي جميل. ومن خلاله يدرون عائد او دخل اضافي من خلاله يستطيعون الاستمرار في توفير او ادخار مبالغ اضافيه تفيدهم في المستقبل جميل استاذ يعني الواحد من المشاهدين الان او يعني سؤال يدور في الذهن والله انا خاطري اني ادخر وتكون عندي هذه الثقافه اتمتع بثقافه الادخار، لكن للاسف مثلا عندي ديون سابقه ما قادر وما تاهلني حتى التفكير في عمليه يعني انتهج منهج الادخار مثل ما يعني ينتهجه بعض الناس. ردك على هذه العباره. بالعكس انا اشوف ان الادخار قد يكون هو وسيله لدفع الديون، كل شخص له أمور استهلاكية عندك استخدام مثلا الهواتف عندك استخدام فواتير الكهرباء والماء وبعض المتطلبات الشرائية التي تقوم بها في الأسواق باستخدام الكماليات فبإمكانك توفر من كل جزء مبلغ معين تقلل مثلا مكالماتك الهاتفية في وتجعلها فيما يخص الضرورة كذلك يمكن أن تقوم عندما تدخل إلى أسواق أن تقوم باتخاذ قائمة نعم بها كل متطلباتك واحتياجاتك بحيث لا تقوم بشراء شيء غير احتياجك وبهذا بهذه الطريقة بإمكانك أن توفر غالبا بحدود 20 إلى 25% من المبالغ المخصصة للصرف جميل استاذ إيمان ايضا هناك بعض الدراسات نتكلم عن بعض الدراسات الاحصائيه اللي تقول انه يعني سكان الدول العربيه بشكل عام يعني 30% منهم لا يدخرون ما قراءتك لهذه النسبه 30% من سكان الدول العربيه لا يدخرون هو واقع نعم وقد يص... وقد تصل النسبه الى اكثر من لأكثر ذلك من نعم. لانه ثقافه الادخار في غالبا في الدول العربيه غير متوفره بشكل كبير نعم. ولا توجد هناك يعني ثقافه ادخار متواجده منذ الصغر الى الكبر بالنسبه للاشخاص ويعود السبب فيها بكثير من المغريات الموجوده في عصرنا الحالي. صحيح جميل. فعلى سبيل المثال عندما تقوم بشراء بعض الحاجيات من الاسواق نفترض انك تحدد ميزانيه نقديه لشراء هذه الاشياء بينما عندما تستخدم بطاقات الصرف بالغالب لا تستطيع ان تعي مقدار المبالغ التي صرفتها بشكل مباشر لانها غير محسوسه او ملموسه امامك في بعض الاحيان قد قد يكون في في بعض الاحيان قد يكون مثلا الشراء غير غير محسوب صحيح. وتقوم بشراء مثلا متطلبات غير غير لازمه لك يعني هنا يظهر اللي هي ظاهره الاستهلاك العشوائيه أيه. فعلا. بالضبط لكن ايضا نتحدث يعني الحين قلنا انه النسبه مرتفعه في هذا الزمن وانت ذكرت بعض الاسباب هذا ايمن، وايضا ذكرت خلينا نقول اللي هي منذ الصغر، انا اسالك عن دور المربي، دور المعلم في نشر يعني ثقافه الادخار للاطفال وهم في سكن سن مبكره، الاهميه التي تاتي من خلال ذلك. هنا يعود الدور للمربي او الاهل بشكل كبير عندما يزرعون ثقافه الادخار في في الصغر فانها تكبر وتصبح عاده اساسيه ومتاصله فيه الى الكبر ويستطيع من خلالها ان يورثها الى الى غيره بحيث تصبح ثقافه عامه في المجتمع. فعلا وهذه الثقافه عندما تصل الى المجتمع بشكل عام فان لها عوائد اقتصاديه لا تعود على الفرد فقط وانما تعود على المجتمع باكمله لانها تخفف الضغوط التضخميه على على طلبات الاستهلاك الشرائية صح. فبالتالي يحقق نوع من الاستقرار والتقليل من مقدار الطلب الغير الواجب فيما يحسن مناخ الاقتصاد للدولة فحل. يعني حديثنا عن موضوع اللي هي النسبة 30% من سكان الدول العربية لا يدخرون حسب الدراسات والإحصائيات وانت ذكرت أنه قد تصل إلى أكثر حتى من ذلك يعني سؤالي ارتفاع هذه النسبة يعني في الزمن الحاضر مقارنة خلينا نقول بالزمن الماضي والحاضر الآن لماذا يعني هالنسبة مرتفعة بشكل كبير جدا في هذا الزمن مع انه كان في الزمن الماضي ما كان ابدا يعني هذه النسبة مرتفعة ابدا. مثل ما ذكرت لك سابقا الـ الـ الظروف الآن مختلفة المحيط البيئي اللي نحن متواجدين فيه الآن لا لا يقارن بالوضع السابق، الآن أصبحت المغريات الالكترونيه و المتطلبات الشرائيه في السوق تختلف جدا عما كانت متواجده عليه سابقا. نعم. فالآن قد تشتري ما هو ما, ما تحتاجه وغير ما صحيح. تحتاجه، بالإضافه نعم. إلى أنه دخلت هناك سياسات تسويق في في الجانب مثلا بيع بيع السلع تجعل من الاشخاص يقومون مثلا بشراء احتياجات او مثلا تجعلهم لا لا يبقون شيء من مدخراتهم بالعكس فاصبحوا في بعض الاحيان يصرفون الراتب ويتجهون الى اشكال ائتمانيه اخرى كمثلا بطاقات الفيزا كارد والقروض القصيره والتي تراكم عليهم بعض مثلا الفوائد من خلال الديون، وبالتالي فهو لا يصبح الان في وقت يقوم بالادخار وانما يصبح يحاول ان يسدد ما ما تبقى نعم. عليه من فوائد. نعم، لتوضيح ايضا الصوره للمشاهدين لمن حاب الحين يعني خلاص يبدا في السير وطبعا خطوات عمليه خلينا نقول نقدم له لي أن يوصل لثقافه الادخار. خلينا نتكلم بصورة أوضح أستاذ أيمن عن الخطوات الرئيسية اللي تخليه يسير لثقافة الادخار ويكون متمتع بها وبأريحية. أول خلاص الحين أنا يريد الواحد يريد أبدأ خلاص أريد أبدأ من الآن بعد ما سمعت كلام الأستاذ أيمن حول هذا الموضوع حول ثقافة الادخار حاب إني أدخل وأبدأ من اليوم في عملية الادخار، الخطوات العملية المناسبة. اللي أبدأ. أو أولا يجب أن تقنع نفسك بموضوع الادخار وأهميته ثانيا عملية الادخار لن تكون ناجحة ما لم تضع لنفسك اهداف مستقبلية تقوم من اجلها بتوفير جزء او اقتطاع مبلغ من دخلك الشهري او المنتظم لقضاء هذه الحاجة المستقبلية. جميل قد يجب عليك خلال ممارستك لعملية الادخار تذكير نفسك دائما واتخاذ بعض الخطوات الاخرى قد لا, ت... لا مثلا قد يسخر منها البعض لكن قم بالاشياء البسيطه خذ حصاله مثلا نعم. وضع فيها الم... ما يعود من المتبقي من شراء حاجياتك كالمعادن وجمعها وفي في النهايه قم باستبدالها في مثلا في في المصارف قم بتحديد احتياجاتك الشهريه و لا تدخل إلى السوق وأنت بدون قائمة بحيث لا تشتري لا ما لا يلزمك نفس نفس الشيء بإمكانك أن تقوم ب تحاول أن تحدد النسبة التي يجب أن تقتطعها كل شهر فإذا لم تستطع أن تصل إليها ابدأ بالأقل إلى, بالأقل. إلي, إلي, أن, تصل إلي أن تصل إلى النسبة إلى استطاعة معينة التي استطاع تكفي تكفي حاجتك واعتقد في كل الاحوال مقدار الـ نعم. نسبه المدخرات يعتمد على ما هي احتياجاتك فيجب في ان صحيح. تحدد احتياجاتك هل هي قصيره الاجل او طويله الاجل او متوسطه الاجل حسب الاولويه وحسب حسب الأهمية. حسب الاهميه نعم ويفضل اذا كانت احتياجاتك المستقبليه كانت على مدى طويل يجب ان تربطها بجانب استثماري لكي تتعاظم ارباحك وتنمو قيمه مدخراتك صحيح ومن خلالها لو اصابك شيء مثلا فجائي او ظرف احتياطي فتكون وسائل التامين لها من هذه الارباح التي تعود على المبالغ وقد تكون في العقار وقد تكون في الاسهم ووثائق الصناديق و التجاريه واو او استثمار مشروع خاص خاص بك صحيح تقريبا أه الحديث ش... شيق جدا معك الاستاذ ايمن خاصه في موضوع جدا مهم اللي هو ثقافه الادخار نتمنى ان الرسائل واضحه للجميع ولكل من يشاهدنا الان خلاص يبدا من اليوم صفحه جديده وايضا يبدا في ثقافه الادخار الاستاذ ايمن بن احمد الشنفري المدير العام للجمعيه العمانيه للاوراق الماليه سعيدين بوجودك معنا شكرا لك اشكرك على احسن استضافه بارك الله فيك احسنت الله وايضا لجميع ايضا الاحبه المشاهدين والمتابعين اللي... قهوه الصباح وقفتنا القادمه ستكون مع مسابقه محاكاه سباق السيارات اللي طبعا يقام في جامعه السلطان قابوس تابعونا وصباح جميل وسعيد للجميع من أجل إحياء الزي التقليدي الليبي أنشأ مصمم الأزياء نزار الليتيما قسما للتفصيل في متجر الملابس الذي أسسته أسرته في أربعينيات القرن الماضي بالعاصمة طرابلس لإنتاج الثوب النسائي الليبي التقليدي بخامات حديثة مع الاحتفاظ بأشكال وطرق التطريز القديمة التي تعلمها منذ الصغر على أيدي أفراد من العائلة وأدخل الليتيما بعض التعديل على الزي التقليدي فاستخدم خامات أكثر ليونة وألوانا أكثر بهجة مع الاحتفاظ بالتصميم الأصلي للثوب بالنسبة للتطور للزي التقليدي في اللبس التقليدي البدوي اللبس التقليدي البدوي القديما كان يستعمل فيه الخيط الصوف واللانة وزي تقليدي فبالفضة كلها مشغول فالجيل توا او الجيل توا صعب انه يرتديه في في التقلبات المناخيه للعصور هذه والحياه فيصعب ان هي تلبسه الفتاه حاليا فانا حاولت ان, إن نطوره اني إن نخدمه حرير ونخدمه مشغول بشغل يدوي جديد ونطعمه بالكريستال وبالخيط الفضه وما نطلعش من مضمون زي التقليد الليبي بس اني إن طورته للاجمل لان حاجه يقدر تتطور مع العصر هو فبشيء جميل ورائع جدا كلوحة كأنه لوحة جمالية يعني وعن العقبات التي يواجهها في عمله يقول نزارة إن الصعوبات التي تواجهه هي عدم توفر الأيدي العاملة حاليا والمواد الخامة حيث يضطر إلى جلبها من الخارج وتلقى تصاميم نزار لتيم العصرية للزي النسائي الليبي التقليدية ترحيبا وإقبالا من العملاء ما يضيعش الشيء هذا صح في اشياء تغيرت في في الديكور تغيرت في اللبسه تغيرت في التشكيله تغيرت في النقشه بس مش بعيده علينا ويحتاج نزار اليتيم الى نحو شهر لتفصيل وحياكه وتطريز الثوب الواحد الذي يتراوح سعره بين 1000 الف و7000 ألف دينار ليبي اي ما قد يعادل اكثر من 5700 دولار رحاب علاء رويترز

مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا عبر الاثير عبر التردد 106.5 في قهوه الصباح احنا مستمرين معكم وقفات متعدده مختلفه بعد ما تعرفنا على بعض في حديث شيق مع الاستاذ ايمن عن ثقافه الادخار واهميتها للفرد والمجتمع والاسره ننتقل الى وقفه اخرى في برنامجنا عن مسابقه جميلة ترفيهية نوعا ما أيضا أقيمت في جامعة السلطان قابوس وتحديدا أقامتها جماعة الهندسة الميكانيكية الحين معانا من يمثل هنا جماعة الهندسة الميكانيكية الرئيس والنائب راح نتحدث عن هذه المسابقة إكس بوكس ون ونتعرف أو شيء نرحب بخليل بمحمد الزكواني رئيس جماعه الهندسه الميكانيكيه مرحبا بك معنا خليل يا هلا فيك استاذي حياك الله يا مرحبا وسهلا وايضا نرحب بهيثم بن محمد الصباري نائب رئيس جماعه الهندسه الميكانيكيه اهلا فيك استاذي واهلا مرح... مرحب... الكرام يا مرحبا وسهلا حياكم الله نورتونا صباحكم سعيد ان شاء الله صباحكم كيف اصبحتوا خليل الحمد لله اصبحنا واصبح الملك لله الحمد لله رب العالمين جماعه الهندسه الميكانيكيه حسب المعلومات اللي وصلتنا ما شاء الله عليكم لكم يعني صولات وجولات في المجا... يعني في مختلف البرامج مختلف الانشطه والفعاليات اللي تقدم في جامعة السلطان قابوس اللي هي طبعاً نحب يعني خلنا نقول بيئة خصبة جداً محب. لهذه الأنشطة الطلابية خليل بما أنكم تمثلوا جماعة الهندسة الميكانيكية والمسابقة أيضاً من تنظيمكم نتحدث شوي عن جماعة الهندسة الميكانيكية كونك أنت الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم بداية نحب نشكركم على هذه الاستضافة الطيبة اليوم في برنامجنا حقيقة هيك. برنامج قهوة الصباح يا مرحبا جماعة الهندسة الميكانيكية حقيقة واحدة من ابرز وانشط جماعات الانشطة الطلابية في جامعة لا. السلطان قابوس مثل ما تفضلت. كان لنا العديد صحيح من الفعاليات والانشطة المتنوعة. بالنسبة للاهداف الجماعة لا. هناك الهدف الرئيسي اللي هو الرقي بالطلاب واعضاء الجماعة من خلال اقامة الدورات وورش العمل لهم. ايضا من خلال تشجيعهم في المشاركة في اقامة المشاريع وتنظيم الفعاليات. نعم جميل ايضا هناك ايضا اللي هو الهدف الاسمي للجماعه وهو خدمه المجتمع وهذا الوطن الغالي جميل من خلال اقامه الاعمال التطوعيه وايضا الانشطه والفعاليات المختلفه جميل ايضا هناك الهدف الترفيهي والتثقيفي في الجماعه من خلال اقامه من خلال هذه المسابقات نعم من خلال نعم. اقامه المسابقات وغيرها جميل لكن انتم منضمين لتحسف جامعه الهندسه اي نعم وتخصصكم ايضا الميكانيك نعم يعني كيف توظفوه في عمليه ايضا هذه العمليه والاهداف ايضا دائما نحاول نبرز دور المهندس الميكانيكي في حياه الفرد نعم دائما هناك دوره اساسي في في الحياه اليوميه ونحاول نوصل هذه هذه الصوره للمجتمع بافضل صوره جميل اكيد من خلال ايضا الفعاليات والانشطه اللي تقدموها اللي راح ايضا محمد يذكر لنا كونك نائب رئيس جماعه الهندسه نائب رئيس خليل أه طبعا تحدثنا عن ابرز الفعاليات ابرز الانشطه اللي تقدموها سواء في الجامعه او داخل يعني داخل الجامعه وخارج الجامعه جامعة الهندسة الميكانيكية تعتبر من أبرز وأنشط الجامعات في جامعة سلطان قابوس الجماعة قامت بالعديد من الأنشطة والفعاليات. في العام الماضي قمنا معرض في الفصل الأول أقمنا معرض النفط والغاز. هذا المعرض عبارة عن معرض يتحدث عن مراحل استخراج النفط من من البداية حتى يتم استخدامه. ما شاء الله. الفصل الثاني أقمنا معرض ريليز ذا كلتش 3. المعرض هذا عبارة عن يوضح أجزاء مكونات السيارات. نعم. أيضا كان في عن السلامة المرورية بالإضافة إلى مشاريع جماعة الهندسة الميكانيكية. جميل. وأيضاً كان هناك في زيارات للمدارس لمدرسة أحمد بن ماجد نعم. والعديد من الأنشطة والفعاليات الأخرى. جميل. إذا ننتقل الآن إلى الموضوع الأهم اللي هو عن مسابقة محاكاة سباق السيارات، قد يكون فكرة غريبة نوعا ما، لكنها جميلة في مضمونها. نتحدث شوي نبدأ مختصرة نعطي المشاهدين وكل من يتابعنا الآن عنده شغف، عنده فضول يعرف شو هذه المسابقة بالضبط. أكيد أكيد. المسابقة حقيقة هي عبارة عن محاكاة بمعنى الكلمة محاكاة متكاملة لسباق السيارات لعملية سباق السيارات بمعنى أن المشترك أو المتسابق يتقدم إلى التسجيل ويسجل اسمه طبعاً وبياناته يجلس في كرسي اللي هو محاكاة لكرسي السيارة يكون أمام مقود السيارة وفي في الأسفل يكون دواسات البنزين والفرامل. ويقوم بعمليه محاكاه لسباق سيارات من خلال انه مثلا لا سمح الله اذا صار فيه اصطدام خلال خلال السباق راح يحس فيها على طول راح يشعر نعم المتسابق بهذا الاصطدام من خلال الاهتزازات والاصوات يعني اللي اللي خصص لها حقيقه نظام مخصص ل لي... هذه المحاكاه يعني يعيش في الامر الواقع في, في الواقع الجو خلاص يحس الجو, الجو, الجو تماما اذا فرصه يعني هذه خلينا نقول لمن ما, ما عندهم رخصه قياده فرصه لهم يعيشوا الجو يعني والتجربه صحيح صحيح هي تجربه فريده من نوعها صحيح نعم اذا ايضا نتكلم شوي عن محمد عن بدأت المسابقه بدات المسابقه بدات بالامس كان بالامس بدات نعم, نعم, نعم وراح تستمر لمتى اللي كم تقريبا تستمر لغدا للغد نعم وصل عدد المس... المتشاركين تقريبا الى اكثر من 300 300 م... ما شاء الله ما شاء الله أيوة. 300 مشارك أيوة. من داخل الجامعه من داخل جامعه سلطان قابوس وين موقعكم بالضبط في قاعه المعارض مركز خدمات الطلاب نعم طبعا اليه التسجيل خليل كيف كانت شروط التسجيل يعني خلينا نقول لمن ما سمع ابدا عن هذه المسابقه الحين اللي شاهدنا وسمع المسابقه عنده فضول انه حاب يشارك ايش التجربه ايضا؟ جميل جميل ان نوضح هذا الشيء. نعم. بالنسبه للتسجيل المشترك يتقدم الى المكان الحدث اللي هو قاعه المعارض بمركز خدمات الطلاب في جامعه سلطان قابوس. نعم. يتقدم هناك يعبي استماره التسجيل بياناته ليست هناك اي شروط يعني محدده لهذا غير انه يكون سنه اكثر من 18 سنه. وان يكون حامل لرخصة قياده، يحمل رخصة قياده. اه عنده رخصة قياده تكون هذه هذه اهم الشروط للمسابقة. زين لو خليت شوي اللي ما عندهم رخصة يعيشوا الجو مساكين. <applause> هذه حقيقة شروط اللي هي الجهة الراعية للمسابقة اللي <applause> جميل هي ظفار آه للسيارات. <applause> نعم، إذا أيضا نتكلم محمد شوي عن المعايير، يعني هذه مسابقة، إذا فيها معايير للفوز، كيف اختيار الفائز؟ نتكلم عنها شوي محمد. المسابقة آه يخوض المتسابق آه ثلاث دورات حول حلبة نعم آه يتم تسجيل وقت لكل دورة في النهاية يقوم النظام في الإكس بوكس باختيار أقل وقت يتم اختيار أقل وقت لكل المتسابقين نعم. فالذي يكون أقل وقت يكون هو الفائز جميل نعم. هذا باختصار ما شاء الله, الله. اذا خليل نتحدث عن اهداف يعني انتم سويتوا الحين مسابقه ترفيهيه يعني ابرز الاهداف اللي ترمون لتحقيقها من خلال تنظيمكم لهذه المسابقه كون انتم تخصصكم هندسه ميكانيكيه وتنظيم مجموعه الهندسه الميكانيكيه فابرز الاهداف اللي ناويين ان شاء الله تعالى انكم تحققوها من خلال تنظيمكم واقامتكم لمثل هذه المسابقه نعم مثل ما تكلمنا هذه الفعاليه تدخل في نطاق اللي هو الهدف الترفيهي للجماعه فهي هدفها ترفيهي بعد اخراج الطلاب جامعه سلطان قابوس من جو الدراسه بعد ما احنا الحين خرجنا من عام دراسه حقيقه كان مضغوط بالدراسه صحيح خلصنا الاختبارات والامتحانات اي نعم بدينا بفتره الاجازه فهي تكون وقفه نعم. ترفيهيه جميله للطلاب يعني يرفهم عن نفسهم شوي يطلع من قوه الدراسه لا. ويشاركوا هذه التجربه الفريده من نوعها. وجميل أنكم جمعتوا من جديد، يعني خلص الواحد هنا آه يخلص الدراسه ينتقل الى الاهل، للاسره، لأصدقاء في بلاده يعني. صحيح آه لكن انتم لا آه من جديد حابين تجمعوا الجميع آه في استراحه، اجازه بسيطه آه ترفيهيه في مسابقه معينه تقوموها. صحيح صحيح محمد آه نتكلم عن ايضا يعني انتم بداتوا بامس ومستمرين اليوم ومستمرين اليوم ايضا غد اليوم الاول كيف شفتوا تفاعل الحضور يعني اعجابهم كيف شفتوا اقبالهم على هذه المسابقه في الواقع كانت في جامعه سلطان قابوس نعم. حصلنا على اسرع توقيت على مستوى السلطنه ما شاء الله كان التوقيت دقيقه و12 ثانيه ما شاء الله فهو كان اسرع على مستوى السلطنه في اليوم الاول كان وصل عدد المتسابقين الى 120 تقريبا ما شاء الله والحين استمر عاد ازداد الى 300 مشارك بازدياد يعني واحتمال انه يزداد الى يوم بكر ان شاء الله تعالى نتمنى كل التوفيق لكن كان هذا التسجيل اول اه كان مبدئي نعم فوصل عدد المتسابقين الى 300 ما شاء الله فمن 300 حضروا 120 نعم وهم في ازدياد احنا, احنا ان شاء الله تعالى ايضا راح نستعرض محمد وخليل بعض الصور هذه بعض الصور للمسابقه نتحدث عنها شويه خليل اه بالمناسبه هذه ما ما صور المسابقه نعم هذه بعض الفعاليات, الفعاليات الفعاليات المصاحبة نعم يعني بعض الفعاليات المصاحبة للمسابقة الفعاليات المضمونة للمجموعة بشكل المجموعة بشكل عام المجموعة يعني جميل هذا معرض شو هذا معرض ريليز ذا اللي كان هو يتحدث عن السيارات نعم وهذا معرض اللي هو معرض النفط والغاز اللي كان يتحدث عن نعم كل كل الخطوات من عملية استخراج النفط جميل اذا للتثقيف ايضا المجتمع الجامعي بهذه نعم العمليات. يعني معظم المهندسين مقبلين على العمل في مجال النفط في حقيقه نعم. وهذه بعض من التوعيه المروريه اللي كانت مصاحبه ايضا وهذه بعض الزيارات للمدارس اللي قمنا بها حقيقه جميل خليل هذه اول مسابقه من نوعها تقيموها وشو بالضبط حقيقه في كانت مسابقات عديده قمنا بها بس هذه يمكن تكون الاكبر من نوعها بحكم بحكم عدد المشاركين وايضا الجوائز المقدمه من هذه المسابقه جميل قمنا بمسابقه اللي هي كانت باسم ميك ات فلاي يقوم المتشاركين بإقامة بتصميم طائره من من خامات البيئه وطبعا كان في شروط ويتم القاها من السطح وتحسب اكثر مسافه تصلها هذه الطائره محمد أيضا ننتقل كذا إلى جانب النشاط الطلابي بشكل عام في جامعة السلطان قابوس. لو توصف لنا كذا عن إقبال مدى إقبال الطلبة للمشاركة في هذه الأنشطة؟ طلبة في جامعة السلطان قابوس عندهم إقبال كبير لهذه الأنشطة. وال... ففي الهندسة تقريبا عندنا في كل تخصص جماعة. فكل جماعه مشاركين يعني كل تخصص مجموعه ايوه معينة. كل تخصص مجموعه نعم. معينه بالرياض عشان نوضح ايضا الفرق ايوه للمشاهدين ما بين الجماعه وما بين المجموعه، الجماعه هي الجماعه الام الرئيسيه المجموعه دي. اللي هي منتميه الى الجماعه الرئيسيه صح تسمى جماعه نفس الشيء تسمى مجموعه في الهندسه عندنا تسمى جماعه نعم وإنت كل هذه الجماعات تنتمي الى كليه الهندسه في النهايه جميل وكذلك الحال في الكليات الثانيه فالطلاب يشاركوا في جميع المختلف الانشطه والفعاليات يعني على حسب التخصصات في مجموعات خاصه بهذا التخصص الطالب يشارك فيها صحيح. ينمي ثقافته وينمي ايضا قدراته ومهاراته ويسقلها من خلال مشاركته في هذا النشاط. يعني صح. جماعه الهندسه الميكانيكيه مثل ما ذكرنا ومثل ما ذكرتوا تحديدا خليل ومحمد لها العديد من الفعاليات والمناشط المختلفه. سؤالي عن خططكم المستقبليه ما هو القادم من الفعاليات القادمه لجماعه الهندسه الميكانيكيه؟ بالنسبة للخطة المستقبلية لجماعة الهندسة الميكانيكية طبعا إحنا في بداية كل عام دائما نرسم خطة متكاملة للعام الأكاديمي القادم في كل الأنشطة والفعاليات اللي ممكن راح نقدمها لهذا الوطن ولطلاب جامعة سلطان قابوس وكل المشاركين بالنسبة للخطة هذه المرة راح يكون فيها العديد من الأنشطة والفعاليات والمسابقات حقيقة في أيضا خطة للانضمام مع منظمات عالمية في تخصص الهندسه الميكانيكيه ايضا ان شاء الله وان شاء الله راح يكون لكم السبق كما تعودنا منكم في التغطيه الاعلاميه يلا باذن الله تعالى نتمنى لكم كل التوفيق بامانه نتمنى لكم ايضا في على فكره احنا بنجي نشارك بعدنا مسموح ولا خلاص انتهى التسجيل؟ <applause> لا حياك الله ان شاء الله مسموح باذن الله تعالى نتمنى لكم كل التوفيق خليل بن محمد الزكواني رئيس جماعه الهندسه الميكانيكيه بجامعه السلطان قابوس وهيثم بن محمد الصباري نائب الرئيس شكرا لوجودكم معنا اليوم ونور في برنامج قهوة الصباح النور نوركم عزيزي ومن هذا المنبر نحب نوجه الدعوة للجميع للمشاركة في هذه المسابقة اليوم بعدنا متواجدين نعم. من الساعة العاشرة حقيقة يعني بدينا اليوم الصباح العشرة الصباح نعم ولحد نعم الساعة الثامنة مساء إن شاء الله نعم مع المشاركة غير التواجد في, في موقع الحدث نعم والتسجيل والمشاركة في هذه التجربة الفريدة نعم, نعم تجربة فريدة نعم وموقع الحدث اللي هو مركز خدمات مركز الطلبة مركز خدمات الطلبة نعم بجامعة السلطان شكرا لك محمد شكرا لك خليل بارك الله فيكم وأيضا نشكر جميع المتابعين ونحن أيضا مستمرين معكم كل من انضم إلينا في هذه اللحظات نقول له صباحك خير صباحك سعادة صباحك سرور وصباح موده واخاء وتسامح تابعونا في قهوه الصباح وفي جعبتنا الكثير من المحطات. وانت تسير في ردهات المتاجر ترى الاف اصناف الاغذيه منها ما هو جيد صحيا ومنها ما هو ضار. هنا سوف نستعرض لكم قائمة بأفضل الأغذية التي يمكن تسوقها، وهي أغذية في مجملها تحتوي على المواد الغذائية الضرورية والهامة لصحة الإنسان، وفي الوقت ذاته تفيده صحيا، وهي بالطبع ليست قائمة ثابتة، فقط هي اختيارات جيدة يوجد لها الكثير من البدائل الأخرى. اللوز سواء كنت تتناول اللوز عن طريق نثره على السلطه او تتناوله كمصل فان هذه المكسرات هي مصدر جيد للدهون الاحاديه غير المشبعه وهي ايضا مصدر رائع للبروتينات والفيتامينات ايضا تحتوي على بعض المعادن الهامه مثل الحديد والنحاس والزنك الأفوكادو فاكهة مفيدة للصحة تحتوي على الدهون المفيدة للقلب كما أنها تحتوي على الفيتامينات الذائبة في الدهون فيتامين كاف فيتامين ألف فيتامين دال فيتامين ها الدراسات لم تتوقف عند دور الأفوكادو الصحي في حماية القلب وتنظيم السكر بالدم بل والوقاية من السرطان كذلك التوت والفراولة والفلفل الحلو، البروكلي، زيت الكتان، الكرنب، صدر الدجاج، البيض، الثوم، السبانخ، السلمون، العدس، والزبادي، وأخيراً البطاطا الحلوة. حبابكم مشاهدينا صباحكم خير صباحكم فنجان قهوه ساخن كذا من الصباح يعطيكم الحيويه والنشاط يمدكم بالتفاؤل كذا في هذه الحياه الجميله احنا مستمرين ايضا في برنامج قهوه الصباح يعني وقفات مختلفه بمختلف انواعها ومجالاتها بالامس ايضا كانت معنا وقفه مع الفريق التطوعي ولهم علينا اليوم معنا ايضا فريق تطوعي اخر وهو فريق ايادي تنبض بالعطاء هذا الفريق يعني تابع لجمعية دار العطاء والمشارك في مسابقة العطاء الكبرى راح نتحدث بمشيئة الله تعالى عن هذا الفريق وعن أيضا هذه المسابقة بوجود محمد بن سويلمين القصيبي قائد فريق أيادي تنبض بالعطاء نرحب بك أجمل ترحيب صباحك خير يا محمد صباح النور أستاذ سيف مشكورين على هذه الاستضافة الرائعة والجدن وهذا الدعم للفريق الدعم المعنوي الرائع يا مرحبا بك حياك الله ونور, ونور ونورنا يا محمد نور نوركم آه نبدا على طول فريق ايادي تنبض بالعطاء من الفرق التطوعيه اللي مثل ما ذكرت لي يعني خلف يعني آه تحت الهواء آه فعالياتكم عديده برامجكم أنشطتكم كثيره نعطي المشاهدين كذا نبذه مختصره آه قصيره عن هذا الفريق فريق ايادي تنبض بالعطاء نعم. فريق تطوعي من كليه تقنيه نزوه، هذا الفريق مشارك في مسابقه العطاء الكبرى التابعه لجمعيه دار جميل. العطاء، طبعا الفريق عدده قليل، الفريق اقام فعاليات، اقام مسابقات نعم. نفس الشيء ذهب ورحلات لمختلف الاماكن، مختلف المدارس جميل. للتوعيه، راح الاذاعه، راح التلفزيون، يوعي الناس ياخذ الافكار من هنا ومن هنا ويوزعها للناس ويحاول انه يبث فكرته للمجتمع اكمل. نعم محمد يعني لو نوضح الفكره كذا للمشاهدين، يعني تخصصكم بالضبط في هذا الفريق ومن تستهدفوا الفئات اللي تستهدفوها؟ فريق هذا تنبض بالعطاء طبعا استهدف المشروع وهو مشروع كفاله الايتام. كفاله الايتام بالضبط يعني هل التخصص الرئيسي؟ كفاله الايتام هو مشروع نعم. الفريق، الفريق طبعا جالس يعمل فعاليات، يجمع مبالغ، يروح ويجي على هذا المشروع او هذه الفكره، اللي هي فكره كفاله الايتام، احنا نجمع مبالغ. موضوع انساني اخلاقي جميل جدا. اللي هو نعم. نهدف احنا من خلاله الى رسم البسمه. على شفاه اطفال عمان الايتام هذا هو الهدف الرئيسي اللي وضعناه طبعا بتحيه جميله ورائعه كانت من الاستاذ طلال الرواحي في برنامج انت كما تريد، حي هذه الفكره اللي هي او هذا الهدف اللي هو رسم البسمه على شفاه اطفال عمان، نعم. استخرجنا هذا الهدف على اساس ان احنا نستهدف الاطفال، بما انهم هم الجيل القادم، الجيل القادم للمجتمع، الجيل القادم لوطننا الحبيب، احنا لازم ننميهم ولازم نساعدهم على اساس يكونوا ذو نعم. كفاءه عاليه. بالعكد. بال يعني فعلا كلامك صحيح يا محمد وموضوعكم هادف وسام بامانه لكن نتكلم ايضا عن يعني فكرة تشكيلكم للفريق بالضبط فكرة تشكيل الفريق جاءت نعم. البثة المسابقة طبعا المسابقة اللي طلبت الكليات والجامعات داخل المسابقة داخل السلطنة وصلت الرسالة لكلية تقنية نزوة بعد ذلك لاحظنا الإعلان نعم. على السريع وفي مدة قصيرة مدتها كانت ثلاث أيام فقط نعم. إن إحنا نشكل الفريق طبعا عدد الفريق ستة أربع بنات والدين نعم. صار تشكيل فريق لهم كل التحية جميعا دي لهم نعم. كل التحية من يتابعونا خلف نعم. الشاشة نعم. طبعا هم على طول راح التشكيل بحماسهم وبتشويقهم استعدادهم لأنهم يبذلوا في هذه المسابقة نعم. بعد ذلك احنا شكلنا طبعا وكانت لأنها الفكرة جات مني والفكرة من المساعدة اللي هي بشرة العدوية لها التحية لها كل التحية نعم. اه طبعا هي انا وياها كنا مع بعض فاخترنا شفنا الاعلان فنوينا وقررنا ان احنا نشارك في هذه المسابقه ونجمع زملائنا واصحابنا فاكتفينا بالسته لان في العدد البسيط نقدر ننجز صحيح اكثر فعلا طيب <applause> ايادي تنبض بالعطاء ليش اخترتوا بالتحديد هالاسم اختيار الاسم آه باختيار الاسم طبعا اختلفت الاراء في اختيار الاسم في البدايه جلستوا مع بعض تشاورتوا اجتمعتوا اكيد هذا عشان تختار اسم هذا في هذا مم. صار الاجتماع الاول ان احنا نختار الاسم، الاجتماع الثاني نحدد او نقرر الاسم المعين اللي راح يرسى عليه جميل الفريق، مم. طبعا حبينا ان نضيف كلمه العطاء لانها نابعه من اسم المسابقه، اسم المسابقه العطاء الكبرى هذه المسابقه طبعا هي من تنظيم جمعيه دار العطاء من تنظيم جمعيه دار العطاء، شفنا اخترنا كلمه العطاء هي لازم تكون من ضمن العنوان او من ضمن المسمى تحية طبعا وتشريفا لهم نعم. بعد ذلك احنا اخترنا الموضوع هذا على اساس ان احنا احنا نطالب الناس انها تتبرع نطالب الناس انها تقدم الدعم تقدم نعم. الدعم للفريق تمد اياديها فاخترنا انه يكون ايادي تنبض بالعطاء ما شاء الله عليكم يا محمد حتى الاسم يعني جميل بامانه اسلام يعني اسلام اسلام. نتكلم ايضا عن خلينا نقول <أخلا> الاعضاء بشكل عام كيف شايف يعني مدى تفاعلهم حماسهم في هذه العمليه في هذا الموضوع الموضوع بالتحديد اللي هو كفاله الايتام بصراحه انت كونك رئيس يعني انا أكلمك كونك قائد كيف شايف تفاعلهم العضاء تفاعل هؤلاء الاعضاء تفاعل الاعضاء في البدايه في بدايه الفريق وفي بدايه نهوض الفريق كان تفاعل جدا 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 رائع ما شاء الله لانه حابين الفكره وحابين الفريق وحابين العمل اللي جالسين نقوم فيه. بعد ذلك طبعا كل كل شخص وله ظروفه داخل المنزل، مثلا في بنات انه ما يقدرن يطلعن معك هنا وهنا وهنا نعم بذاك بسبب ظروف العائليه، ولكن يبقى انه شغلهم داخل البيت شغل فعال، يعني لو كانوا ما يجوا معك في الميدان، ميدان العمل، بس شغلهم الاداري داخل البيت جدا فعال، فانا اشكر الجميع الشكر الفريق اللي الاعضاء اللي عندي السته او الخمسه وانا سادس، بامانه نعم جالسين نشتغل شغل 20. الحمد لله الحمد لله رب العالمين واصلين مرحله متقدمه وجالسين نواصل وعسى نحقق الهدف ونحقق مبتغانا اللي جالسين نسعى من اجله عسى يا رب العالمين هو دائما يعني كذا شباب عمان ذو كفاءه وقدره ايضا لتحقيق النجاز والتطلعات ايضا المستقبليه اللي يرمون ايضا لتحقيقها لهذا الوطن الغالي، نشوف بعض الصور، محمد نتحدث عن هذه الصوره. هذه الصوره طبعا هي من اول فعاليه قام فيها الفريق اللي كانت فلولو هايبر ماركت نزوه بحضور الاستاذ جمال المحروقي نعم. لاعب الخفه، ونفس الشيء كان مشارك فيها فريق بسمات ونفس الشيء فريق الم وامل بدعمهم وكذلك كانت اول فعاليه. جميل. هذه الصورة الثانية هذه الصورة الثانية مع أن نصنع الجميلة أكيد أكيد نعم مع أن نصنع حياة أفضل للطفل اليتيم هذه حملة ما نسيناكم صارت فترة برود للفريق فنشأنا لهذه الحملة اللي هي حملة ما نسيناكم نعم طبعا للأطفال طبعا هذا كان أول لقاء لنا في قناة هلا اف مع أستاذ عيسى الملة من خلال التغطية الإعلامية نعم من خلال التغطية الإعلامية للفريق جميل هذا ايضا من الصور هذه طبعا الفريق شارك في فعاليه اسمها فعاليه الحواضر البوادي ما نعم. غريبه وما جديده صحيح. كانت في مجمع نزوة الرياضي كانت ذلك اول مشاركه لنا طبعا هذه الصوره توضح اللي هو فكره او مش فعاليه الاستوديو الصغير اللي إن قام فيها الفريق فلولو في هايبر ماركت واللي راح يقيمها ان شاء الله نفس الشيء من الجمعه والسبت في ولايه ازكي. ما شاء <İşte> الله فكره جميله يعني محمد. هي الطباعه طباعه الصوره الدايركت <تصوح> <تصوح> للاطفال. هذه مجرد حمله ما نسيناكم هذه حمله ما نسيناكم اي نعم. نعم. وهذه ايضا بعض الصور هذه بعض الصور اللي كانت مشاركه في برنامج او, نعم. أو فعاليه الحواضر والبوادي. والبوادي؟ نعم. جميل جدا محمد ايضا نتحدث يعني كونكم فريق تطوعي خلينا نقول ابرز الصعوبات والتحديات اللي تواجهكم وتتمنى انكم تتغلبوا عليها ابرز الصعوبات واهم اول الصعوبه الاقوى اللي واجهناها ان كيف انا اقدر اقنع المجتمع او اقنعك انت شخصيا ان انا فعلا جالس ادي عمل وحاب من خلاله إني أنا أكسب أشياء وأحقق أهداف معينة تظهر <applause> <applause> على الفكرة شطارة الفريق شطارة الأعضاء الموجودين فيه أكيد فإحنا اخترنا في البداية من البداية إحنا اخترنا أساليب معينة إن إحنا نقنع فيها المجتمع فبدأنا شوي شوي بعدين انتقلنا للإعلام على أساس أن أنا يا مجتمع إني أنا جالس وصلت الإعلام إن أنا بث فكرتي <applause> فأنا جالس صح إني جالس أشتغل ما جالس نشتغل داخل الخفايا فأنا واصل للإعلام حاب إني اوصل فكرتي أوصل نعم. أجمعكم اجمعكم معي واخلي اياديكم جميعا تنبض بالعرض. جميل لكن ذكرت انت محمد انه عدد الاعضاء عندكم سته. أكيد. هل خلاص مكتفيين مقتصرين على هذا العدد او لمن حاب الحين من المشاهدين انهم ينضم اليكم، هل المجال مفتوح؟ المجال مفتوح ولكن ولكن المجال مفتوح ولكن متى؟ المجال مفتوح بعد المسابقه. ما بعد المسابقه. لانه نعم. في فتره المسابقه هم مطلوبين ثمانيه. وفيك انك تمدد لكن يطلع عن ثمانيه اسماء، فانا حابب اني اشتغل على شباب او مجموعه صغيره في هذه المسابقه على اساس اني انا انتج شيء معين وشيء واضح. هذا السؤال ايضا يقودني محمد الى موضوع اخر وهو ماذا ما بعد المسابقه؟ يعني انتم تشكلتوا الفريق خلال فتره المسابقه، أكيد. هل فقط انتم يعني الفتره منحصره فقط على مشاركتكم في هذه المسابقه ام لكم طموح ايضا للمواصله المشوار وفي هذا المجال لا بامانه هو كانت في البدايه ما كانت في خطه ان احنا نواصل العمل نعم. ولكن بعد ما تواصلت الاعمال لع... عندنا الحماس شفنا الحماس نعم. شفنا نعم. المجتمع راضي عن عملنا المجتمع عم جالس ده. جالس يساندنا فاحنا على طول جات الفكره ان احنا نواصل بعدين وفي اعضاء خلاص يعني واصله قائمتهم انهم حابين انهم ينضموا في المسابقه فيقول انه بعد اليوم اللي تسلم فيه ملف في المسابقه، مم. احنا اليوم الثاني معك. نعم جميل. أكيد. ايضا اذا نتحدث عن خططكم المستقبليه محمد. خططنا المستقبلية والله نأهل. هل بتظلوا فقط على موضوع كفالة الايتام او تنتقلوا ايضا الى مواضيع اخرى؟ لا احنا راح ن... نخلي الموضوع بشكل عام وهو رسم البسمة على شفاه اطفال عمان. جميل. نحاول انه إذن هو... الاطفال بمختلف الم... فئاتهم الاطفال بمختلف اعمارهم، مختلف فئاتهم، هم. لانه في طفل غني بالمادة ولكنه فقير بالبسمة. احنا نحاول ان نزرع هذه البسمه ونخليها ما تنمحي من على محياهم في جميع انحاء السلطنه جميل محمد جهودكم بامانه نتكلم عن ايضا اهميه العطاء أهمية الأعمال الخيرية أهمية تقديم مثل هذه المواضيع الجميلة خاصة موضوع كفالة الأيتام موضوع جدا سام أخلاقي ديني قولك يعني. أهمية العطاء في الشباب نفسه اللي هي تهدف طبعا من خلال جمعية دار العطاء نعم. هدفها من هذه المسابقة أنه كيف أنا أوعي الشباب أو كيف أنا أعملهم أخليهم ينخرطوا في هذا العمل التطوعي طبعا أهمية العطاء داخل في المجتمع عندنا إحنا وفي الشباب بالذات هي تنمي لك قدراتك الذاتية جميل. نفس الشيء توصلك لمراحل عديدة وتفتح لك أبواب جدا جدا رائعة جميل. محمد الفرق التطوعية الآن في السلطنة نشوفها بشكل كبير صار يعني انتشرت بشكل كبير حتى صارت طفرة واسعة في عمليات تشكيل هذه الفرق التطوعية وهذا طبعا ناتج عن ثقافة ووعي المجتمع بأهمية العمل التطوعي. سؤالي عن ماذا يميزكم أنتم؟ يعني في الأخير كذا نخبر المشاهدين عن ما الذي يميز فريق أيادي تنبض بالعطاء عن الفرق التطوعية الأخرى. طبعا فرق تطوعيه كبيره وإننا كل التحيه لها ان نعم. هذه الفرق تطوع واحنا فخورين انه على ما يقن... توجد نعم. على هذه توجد هذه الفرق التطوعيه وبامانه اشياء راقية جدا جالسه تقدمها الفرق التطوعي نعم. طبعا إحنا ايش يميز فريق ايادي تنبض بالعطاء اللي يميز او في البدايه انه عدده قليل وانا نعم. اتوقع انه اقل عدد اعضاء فريق داخل السلطنه فريق تطوع وفريق ايادي تنبض بالعطاء. الشيء الثاني انه هو حاط فوكس معين او حاط نقطه معينه وهي كفاله الايتام. معظم الفرق التطوعيه عندنا في, الصل... في السلطنه تحط مجال واسع او مجال عام. على اساس ان هي تتطرق لبرامج عديده وجالسه تشتغل عليها، احنا جالسين نشتغل على حاجه معين. معينه ونقطه مركزين كل جهودكم عليها آه مركزين كل جهودنا عليها انه بعض معظم الفرق التطوعيه تشتغل على اطفال نعم مراهقين والشباب والكبار السن لكن نعم. احنا لا احنا نقتصر على اطفال نعم هدفنا الاطفال آه الله يحفظكم يا رب العالمين آه والله يوفقكم يعني في زرع ابتسامه جميله بريئه كذا على محيا جميع الاطفال عمان وايضا ترتسم السعاده على محيي الجميع بالفخر بكم بكل ما تقدموه محمد في فريقكم فريق ايادي تنبض بالعطاء جدا سعدنا بوجودك معنا اليوم محمد أستاذ سيف صراحه رساله كان... حاب توجهها كذا رساله رحين. حاب اوجهها في البدايه اني اشكر تلفزيون سلطنه عمان وبالذات برنامجنا وبرنامج المجتمع وبرنامج السلطنه وبرنامج قهوه الصباح اللي تعودنا فيه من زمان مع كره. الاستاذ عبد الله السباح معك الحين آه. استاذ سيف لك كل التحيه رساله اوجهها للقطاع الخاص بالذات اه الفريق بامانه الفريق محتاج الفريق محتاج لكم محتاج لدعمكم محتاج لدعم المجتمع والقطاع الخاص على اساس انه هو يواصل مشواره يواصل فعالياته يواصل ويحقق المبتغى والاهداف ماله ان اذا هي رساله نوجهها للجميع بضروره الدعم الفرق التطوعية في السلطنة اللي ما لها أهمية واسعة كذا في ازدهار ورقي المجتمع بكافة أشكالها خلينا نقول وأنواعها ومجالاتها المختلفة محمد بن سويلمين القصيبي قائد فريق أيادي تنبض بالعطاء شكرا لوجودك معنا العفو استاذ شكرا لك بارك الله فيك أيضا نحن مستمرين معكم مشاهدينا الأحبة وكل من يتابعنا عبر الشاشة الجميلة لتلفزيون سلطنة عمان في هذا الصباح المشرق الجميل متواصلين معكم وجبتنا أيضا محطة أخرى ووقفه اخيره تابعونا والبدايه بعد الفاصل ايضا. ترى هي الحياه معروفه انها مختلفه عن السابق. ولايه بدبي وغير ولايه بدبي جميع الولايات يعني ولكن عن الحصن هذا صارت فيه قضاه تعاقدت عليه قضاه مع واحد ما اثنين ما ثلاثه فمشت الحياه على هذيك الحياه القديمه الأولية يعني فلق فيه يسميه فلق الرحى هذا يسميه فلق الرحى واما مكونات الحصن مبنيه متحدة الصاروخ العماني تعرف ما سميوه العماني ومبني بالطين بناء هذا القسم الصباح هذا بناء محمد بن ناصر بن عامر بن رمثة بن عامر الغافري من بني غافر وأما الحصن الثاني شفتوه من الصورة هذا بناء الإمام ناصر مرشي بن مرشي المالك علي رب أما الدراسة في معنى الدراسة وأنتم تعرفوا دراستنا على بعض المعلمين الكتابه القدامى يعني فانا انا كنت ساكن في قريه يسميوها مال مهاشه ممكن تسمعوها وين جي متعنيين من هناك من مال مهاشه احيانا ندرس فوق في هذا الحصن هنا واحيانا ندرس تحت الاشجار الحياه الاجتماعيه اول تعرف انت يعني حياه بسيطه ما مثل اليوم في رفاهه ونعمه عليك اليوم كان يعني المعيشة تعرفوا أنت في المعيشة يعني ما ما سهلة وفي بعضهم يتسوقوا من فنجة من قرية فنجة وفي بعضهم يتسوقوا من بلدة نفعة يسموها نفعة النفعة فهذا يعني تسوقهم يعني من, من هنا ومن هنا كلها غير عارف. الولاية أما أقول لك أن فنجة هي في واجد فيها فلاج لكن اللي اللي حولنا هنا عندنا فلق الرحى وعندنا فلق العين لي ما يعني. وعندنا فلق المريفة وعندنا فلق ديو وعندنا فلق المانع وعندنا فلق البويرد وعندنا فلق قرطاع قابلت إمام أن نحفظ إمام محمد بن عبد الله الخليلي والخليلي صحيح متوفي الخليلي كنت صغير والقضاة مثل خالد بن مهنا والشيخ أحمد بن ناصر ، والباقيين هذيل الشيوخ هذيل شفتهم وجلست معهم مرحبا بكم مشاهدينا في قهوة الصباح أيضا مستمرين معكم في محطات مختلفة وقفات متعددة مثل ما لاحظنا بمختلف الأنواع والمجالات المتعددة مجالنا القادم راح يكون عن طبعا في فقرة الجديد والحديث من التقنية موضوعنا موضوع شيق مثير رهيب شوية نوع غريب خلنا نقول وهو طبعا عن الهولوغرافي هذه التقنية آه، راح نتحدث فيها اكثر واكثر ونعرف آه عنها من خلال وجود ايضا مشعل بن محمد المعشري مطور تقنيات الواقع الافتراضي راح يحدثنا ان شاء الله تعالى عن هذا الموضوع نرحب بك معنا اجمل ترحيب يا مشعل وصباحك خير ومحبه صباح النور يا مرحبا وسهلا آه، مشعل آه الموضوع عن الهيلوغرافي والهيلوغرام آه البعض نوعا ما راح نتحدث نحن ونخبر المشاهدين عن ماهيه هذا طبعا هذه التقنيه لكن الخلط اول شيء الفرق ما بين الهيلوغرافي وما بين الهيلوغرام الفرق واضح مثل ما نقول مثلا نعم. اتس فوتوغرافي او فوتو زين فالهولوغرافي هو المسمى بالكامل زين نعم. اما المسمى من الهولوغرام فهو الشيء او الهولوجرام او الصوره المفرغه اللي نحن نتكلم عنها نعم اذا موضوعنا عن الصور المفرغه اليوم أيوه. عن الهولوغرام <applause> هذا موضوعنا يعني بالضبط كذا، إذا الحين لكل من يتابع الحين قهوة الصباح يدور في باله سؤال معين، الهيلوجرام شو هذا الهيلوجرام بالضبط؟ يعني نقرب الصورة كذا للمشاهد اللي حاب يعرف عن هذه التقنية. الهولوجرام بشكل واضح شوي كذا وتفصيل شوي الهولوجرام يعني. ببساطة يعني هو تفريغ تفريغ صورة زين على الواقع الحقيقي سواء كانت ثلاثيه الابعاد او ثنائيه الابعاد في الواقع الحقيقي عن طريق اضافه طرف ثالث وهذا الطرف الثالث قد يتنوع باكثر من نوع مثلا قد يكون الطرف الثالث زجاج زين وكذا تظهر تظهر عندنا نحن الصوره الثلاثية الابعاد مفرغه زين للعين يعني فالعين تصدق ان هذه الصوره مفرغه م. لكن هو الطرف الثالث موجود او هو الزجاج الشفاف ايش فيه شيء ثاني اللي هو الحين اليابانيين طلعوا فيه اللي هو الغاز الايوني الايوني. الغاز الايوني هذا يعكس الليزر فقط نعم فايش يصير الحين هذا الطرف الثالث اللي موجود زين تخيل انت بيكون عندك مقسم ثلاثه الابعاد نعم. على الهواء نعم على الغاز الايوني فهذا ايضا طرف ثالث في طرف في اكثر من ماده ممكن تستخدم في منهم يستعملوا الشريط شريط, شريط الهولوجرام وهذا بيكون شريط شفاف نعم. يعكس 50% وشفاف 50% فيعطي نفس الشيء كهولوجرام كمقسم في الفراغ هناك انواع معينه مش عارف اي في اكثر من نوع الهولوجرام نعم طبعا الهولوجرام يعني بشكل عام او الهولوجرافي تعتمد نعم. على الانعكاس على الانعكاس نعم. الانعكاسات نعم. انعكاسات الضوء جميل انعكاسات الضوء هي اللي تعطينا وش تعطينا المجسم. الشكل او المجسم اللي الظاهر ايوه فيعني نعم. يعني مثلا عندنا نحن شيء يسمى الكونكيف الكونكيف عباره عن ايش؟ نعم. آه يعني مثل يكون الشكل كذا بيضاوي نعم. اوكي ومفتوح من الوسط جميل. زين طبعا اللي داخل كله بيكون ويش مصبوك روم او مراه داخل يعني بتكون مراه مقعره طيب زين فبتكون في فتحه فقط من فوق فانت اي مقسم تدخل في الكونكيف وتغطي الكونكيف هذا يعني. يطلع لك فوق الكونكيف مقسم ثلاثة الابعاد لكن انت ما تقدر تمسكه صحيح يعني يكون نفس الشفاف كذا ايوه لا لا في الكونكيف بيطلع نعم؟ مع الوانه اها أه مع الالوان زين فانت تستغرب وهو فقط خداع البصر هي نعم؟ فقط انعكاسات الضوء جالسه تصير داخل الكونكيف هذا سبحان الله فيطلع المقسم نعم؟ فحتى يعني اي واحد يشوفه لاول مره يعني خلنا كانه مقسم حقيقي, حقيقي حقيقي واقعي, نعم فيجي واقعي يمسك يشوف لا ما يحصل شيء ايوه سبحان الله، زين الادوات خلينا نقول شويه نتعمق في هذه التقنيه الهيلوجرام أيوة. الادوات المستخدمه في هذه التقنيه. الادوات المستخدمه تتفرق حسب الانواع، نعم. طبعا في تفرع مثلا نحن نريد الحين نستعمل بروجيكشن. إذا استعملنا البروجكشن نريد أدوات مختلفة نعم. إذا كنا نريد نستعمل مثلا الليزر نريد أدوات مختلفة، إذا كنا نريد نعمل إسقاط صورة معينة أو انعكاس يعني صورة معينة نحتاج أيضا مواد أخرى، يعني مثلا خلينا نشرح في شيء يسمى البيراميد هولوجرام البيراميد هولوجرام بيكون نعم. عندنا هرم نعم. زجاجي، أوكي؟ هرم زجاجي وموجود في داخل مقسم ثلاثي الأبعاد نعم. أوكي؟ طبعا هو في الهرم ما موجود شيء زين وفي ناس نعم. الحين بدي يستعملوا كدعايه وكذا، نعم. إنه مثلا يحط الهاتف الذكي او كذا فيطلع منه هولوجرام يطلع منه 3 ويتحرك، نعم. زين هو في الاساس ما موجود شيء داخل الزجاج موجود فقط هذاك الهاتف. زين فالشيء اللي يطلع هذاك كله اضاءه، حيث. كله انعكاسات. فمثل ما لاحظنا مثلا من الامام بنشوف ان هذا الشيء من الامام، اذا مشينا شوي من الجنب بنشوف هذا من الجنب، فوش نحن مستعملين هنا؟ مستعملين الهرم الزجاجي ومستعملين شاشه اسقاط ضوء يا يعني انها تكون فوق يا يعني انها تكون تحت نعم. ومستعملين هذاك المقسم اللي احنا نسوي له دعايه. ما علي مشعل يعني عندما تحدث شويه عن المصطلحات، بعض المصطلحات غريبه، بعض المشاهدين على طول علامه استفهام اول ما تذكر مصطلح معين، لذا حاول قدر الامكان انك توضح عم. المصطلحات اللي تذكرها يا مشعل. سؤال مش عن يعني خصائص هذه التقنيه بشكل عام كذا، ابرز ما يميزها عن التقنيات المختلفه فهي. هذه التقنيه خلينا نقول انها طلعت في بدايه 1960. جميل. زين. مثل الاوجمانتد رياليتي يعني طلعت فتره بعدها اختفت نعم زين فالهولوجرام كانت بدايتها ان في نوع مخصص من الالواح أيوة. زين اذا اعطينا انعكاس بالليزر انعكاس معين يعني مثلا بيمر الليزر الحين هنا نعم. ويضرب في انعكاس معين بعدها انعكاس معين ويضرب في اوبجكت او مجسم نعم. هذا المجسم بينعكس بسبب الليزر في الـ فهذا اللوح في اللوح الخشبي هذا وفي انعكاس ثاني اللي هو يسمى الادشنال او الفيس نعم. زين هذا الانعكاس بيجي من الصوب من الجانب الاخر زين ويكون من الامام فواحد يكون من الجنب وواحد يكون من الامام مباشره يعني متقابلين مع بعض البعض يعني ولا تقدر تقول مثلا زاويه 45 اها اوكي يعني. فوش اللي بيشكلنا الحين بيش بيتشكل عندنا هولوغرام نعم. آه بالالوان الازرق وال كذا يعني الازرق والوردي فلما لما تمسك كذا تلاحظ انه موجود 3 دي اوبجكت في هذاك الشريط يميل. او هذاك اللوح فمن هذيك النقطه نعم. بدا الناس على الهولوجرافي بدأ يحاولوا يعني بعدين مثلا اول ما كان متوفر 3 دي نعم. الحين عندنا 3 دي فيريدوا الناس ايش خلاص يعني ملينا من الشاشات ملينا من هذه الاشياء نريد نجيب نريد نجيب هذه الاشياء كلها في الواقع نعم اريد ان اعيش الشيء اللي يعني انا كمصمم دي اريد اعيش هذا الشيء اللي انا صممته جميل زين في اشياء تاخذنا لل لداخل دي لكن نعم. احنا نريد نطلع المره للخارج حلو مشعل ما عليك امر يعني الحين كل المتابعين حابين شويه تتقرب الصوره وتتوضح اكثر لهم عن هذه التقنيه اللي هي الهيلوجرام يعني الحين مثال معين الحين موجود معانا كيف نقدر نشرح للمشاهدين مثال معين عن هذه التقنيه كذا آه مثل انه مثلا واحد يطلع على مسرح معين يقدر يطلع ويكون كانه في صورته الحقيقيه كذا زين خلينا نفترض يعني يكون مثلا عندنا مسرح ايوه زين وحابين نجيب شخصيه ثلاثيه الابعاد تمثل مع الشخصيات اللي موجوده في المسرح. جميل، يعني الشخصيات الموجوده في المسرح اذا هي شخصيات حقيقيه، أيوة. وهذه الشخصيه ثلاثيه الابعاد. ثلاثيه الابعاد. زين طبعا سمعنا اعتقد قبل سنتين ان توباك غنى في في مسرح وجاء مره ثانيه وفي العالم و... حتى وصنبشة. الفتره الاخيره يعني حسب ما شفنا في الاخبار العالميه المنوعه مايكل جاكسون أيوة. يعني مع انه توفى الا انه ظهر أيوة. في هاد... المسرح. هذا هو الهولوجرافي. نعم. طبعا هذاك مش مايكل جاكسون، هذاك مقسم ثلاثة الابعاد مقسم ثلاثة الابعاد قلت حركاته، صوت مسجل من اغنية نعم زين فوش اللي يصير؟ هذا يسمى البروجيكشن البروجكشن holography هولوجرافي فوش اللي بيصير؟ عندنا بروجيكتر فوق نعم زين بروجيكتر ثلاثة الابعاد نعم. هذا البروجيكتر يعكس على طول يعني شاشة العرض هذه تعرض نعم تعرض على مرآة تحت جميل. تحت هذا وبعدين عندنا بزاوية 90 زجاجة أخرى ايوه زين فهذه المرآة تعكس بالمقلوب على الزجاج اللي بسوية التسعين نعم. فوش يعطينا؟ يعطينا مقسم ومثل ما تلاحظ انه كان لون الاضاءة في في المسرح كامل ازرق على اخضر كذا نعم. لان دائما لون انعكاس الزجاج كذا فوش علشان ما يظهر المقسم الثلاثي الابعاد ازرق ومختلف عن اللون حطوا الوان الكونسرت المسرح كله نعم. نفس اللون ازرق واخضر نعم. فكذا خلاص يعني الحين انت تتوقع ان هذا الشخص نعم. عاد للحياه صحيح, و... صحيح. هذا بخصوص الاشخاص اللي كذا لكن من بعض المشاريع ايضا اللي شفتها مشعل انه الواحد على المسرح بشخصية ثلاثة أبعاد لكن قدر أنه يشوف الموجودين الجمهور مثلا ويتحدث معاهم ويسمعهم هو في الأساس موجود في موقع آخر أيوة هنا نستعمل نحن الفيرشور ريالتي نعم زين فإذا كان أولا هذاك الشخص ثلاثي الأبعاد زين فهنا نستعمل الفيرشور ريالتي لكن إذا كان الشخص هو موجود واقعا انزين نعم. فالهولوجرام بيعمل محل شاشه او مثل ما نقول مثل فيس في الايفون يعني انه بيكون كانها مكالمه فيديو نعم فقط نحن نسوي مسوين تفريغ للباك جراوند للشخص نعم. باللون الاسود فلما يعطينا بروجكشن يعطينا بروجكشن على الالوان الشخص فقط نعم. اما الباك جراوند ما بياخذها والخلفيه ما بياخذها فهذا نعم. وش يعطينا يعطينا هولوجرافي او هولوجرام واقف في المسرح نعم. زين وموجودة عند كاميرا طبعا وموجود عند المايك فبإمكانه يشوف الجمهور ويتفاعل نعم. مع الجمهور ويتكلم واللي موجودين معاه أيضا على المسرح وكذا اي أيوة، كانوا يتفاعلوا معاه كانوا يردوا على اسئله كانوا يسالهم يردوا وهو في الجهه وهو في الجهه الثانيه يعني في الجهه الثانيه ايضا موجود وكان يسجل س... فقط فيديو ايوه سواء اتكلم. كان في الجهة يعني اي مكان كان في اي كده او اي بلاد موقع. ثانيه ما بيكون اي ضلط. وعشان كذا الناس احيانا الجمهور ينبهر لما يشوف شخص يعني موجود على المسرح وكانه شخص حقيقي وهو في الاساس ما موجود, ما موجود ابدا يعني okay. آه عموما ايضا نتكلم آه مشعل عن آه ابرز الاستخدامات والاستعمالات اللي تستعمل وتستخدم فيها هذه آه التقنيه تقنيه الهيل زين ابرز الاستخدامات الحين طبعا yeah. هذه التقنيه الحين آه العلماء يحاولوا ينقلوها لخلاص آه آخر ليميتيشن عندها زين انه وش بيكون انه خلاص yeah. بيكون فراغ ما في طرف ثالث زين وهذا جدا صعب لان الطرف الثالث لازم يكون موجود فالغاز الايوني الحين هو يشبه الفراغ لانه يعني. ما له لون ولا له تاثير صحيح فبيكون ممكن يكون خلاص يعني على الخطوه القادمه انه بيكون خلاص الثري دي موجود يعني خلاص بدل لا يكون في الشاشه يو فتحسه يعني خلاص ريل لايف و تقدر تشوف نعم. المقسم وما تريد وكذي زين نجي لابرز الاستخدامات عندنا الاستخدام الاول الحين واللي واقف مؤثرين فيه هو الاستخدامات الدعائيه نعم. نعم. زين نعم. يعني انا الحين عندي منتج معين نعم زين نعم. اريد مثلا اسوي ايفنت او اريد اسوي شو لهذا المنتج صحيح زين فقط اخذ اللي مثلا مثل ما قلت قبل الهرم زين نعم. احط المنتج في الداخل نعم. زين نعم. زي نعم. مثلا سويتها كوكا كولا وقابوا فقط المنتج اللي قابوه زقاقه فارغه اوكي فتخيل انت الزجاجه هذه تتعذب الكولا وتختفي ويلف عليها الشريط وتتسكر بالغطاء وكذا هو اصلا وش هو زجاجه فارغه فقط موجوده نعم. فاكيد اي مشاهد او اي شخص يشوف هذه التقنيه يعني يقول يعني كانه كذا ليزر قال ينبهر كذا اول مره تصير الدهشه موجوده على راسه على طول لما أيوه. يشوف مثل هالحركات نعم فالحين هذا اللي بيسوي يعني وبعد سامسونج أيوة. للاجهزه لل لللابتوبس الجديده اللي, اللي يسووها نفس الشيء يسوي ايفنت آه فهذا في هذا الايفنت في كوريا زين في كان هولوغرام ان نعم. الشخصيات تطلع مثلا كانوا اللابتوبين لونه احمر وازرق فشخصيه حمراء تطلع وشخصيه زرقاء من اللابتوب نعم ف يعني بده يسوي حركات وكذا فكان يعني اللي حتى ما يخاطر يشتري لابتوب اكيد بيشوف هذا الجهاز مع ان هذا الشيء ما حقيقي يعني صحيح كله موجود في شاشه م -م. بس ولو يعني تريد تتملك شيء أنت شفته يعني رائع صحيح. أول مرة تشوفه فعلا أيضا محمد يعني مش على الموضوع جدا مهم في هذا الموضوع لكن الحين نتكلم عن الاستخدامات والاستعمالات لهذه التقنية فقط هي مقتصرة فقط على المجال الدعائي الآن الإعلانات آه لا ما فقط على المجال الدعائي الأفلام السينمائية هل هي حاضرة فيها وكيف بالضبط طبعا الأفلام السينمائية تحتاج خطوة كبيرة ليش لان خلاص نحن ما نريد نستعمل اذا كان دخل الهولوغرافي في الافلام السينمائيه زين لازم نشيل الشاشه بالكامل ونحط بدالها فراغ يعني بدل نا. الشاشه بيكون في بوكس على داخل امم زين وش اللي بيض... وش اللي بيصير طبعا نحن دائما لما نلبس نظاره الثري دي نعم يعني مخدوعين نشوف اشياء تطلع برا على الشاشه وكل شيء موجود مكانه زين لما نجي نحن زين موجوده النظار 3 دي ولابس وعندنا عندنا مشغل فيلم 3 دي اذا جينا نركز على نقطة معينه ما تعطينا ما تعطينا العين او ما العين ما تركز ما تعطينا فوكس على هذه النقطه فقط لا تعطينا التركيز على الشاشه بالكامل مه. ليش؟ لان الشاشه مسطحه تبقى مسطحه صحيح فهذا فقط خداع للعين مه. ومثل ما نشوف مثلا اذا كنت تشوف سيده بتشوف الافكت الثلاثي الابعاد اذا لفيت عينك فقط الافكت هذا يعني تحس انه في في غلط كبير يعني في الافكت مه. انزين فالحين علشان يعني يلغوا هذا الشيء قرروا انه يجيبوا الافلام هذه ثلاثيه الابعاد تكون ثلاثيه الابعاد بالكامل نعم. اللي هي عن طريق الهولوغرافي زين وش اللي يختلف الهولوغرافي عن ال 3 دي هذه الهولوغرافي لما انت تسوي فوكس لمقسم معين نعم. تقدر ليش لانه ما في شاشه مسطحه اصلا صحيح. المكان كله مفرغ مزين. يعني الحين مثل ما نشوف إذا حد حط إصبعه كذي قدام عينه فقط يسوي نعم. فوكس الإصبع والباقي بيكون كله بلا اوت نعم. فوكس إنزين نعم. كذلك نعم. العين يعني ما تقدر تسوي إلا فوكس شيء واحد فهي مسويه فوكس للشاشة مستحيل تركز على شيء داخل الشاشة نعم فلهذا الهولوغرام يعطينا المقسمات موجوده داخل فوش في العين تقدر تسوي فوكس المقسم مثلا كانت سواء كانت شجره او سواء كانت شخصيه نعم اما الحين اللي صاير في المقسمات في الافلام ثلاثيه الابعاد يعني البروديوسر زين يغصب المشاهد انه يركز على شيء معين نعم. زين لكن هذا الشيء يعني ما يعطي الشخص حريه بعدين المفترض يعني الافلام ثلاثيه الابعاد هذه اذا كانت هي ثلاثيه الابعاد المفترض بعد يتغير الاورينتيشن تبع الكاميرا كل ما لف الشخص مثلا كذا او كذا آه، لكن وش اللي نلاحظه نحن؟ ان الشاشه تصير مفلطحه اذا واحد حرك راسه فقط. اها زين فالخطوه الثانيه الصعوبه فيها نوع من الصعوبه مشعل؟ اكيد نعم. اكيد لان الحين مثل ما نشوف نحن قادرين نطلع هولوجرام واحد عديم الالوان نعم ففراغ نعم نشوف بعض اللقطات مشعل عشان نقرب ايضا الصوره كذا للمشاهدين طبعا هذا نوع اخر من الهولوجرام مش نشرح لهم شويه مشعل زين هذا النوع آه يعتمد على الكاميرا مثل على الميرور مثل ما نشوف الحين آه الميرور ما فيها شيء ابدا زين فقط فيه انعكاس ليزر زين الحين وش اللي بيصير؟ بتدور الميرور 360 درجه زين نشوف الحين البروجيكشن كيف بيصير الحين تكون أه. عندنا مقسم في الفراغ سبحان الله بسرعه معينه تدور فيها الكاميرا وعلى اكثر من بروجكشن في نفس المكان ايضا نشوف بعض اللقطات اذا كانت موجوده ومتوفره معنا في هذه التقنيه الهيلوجرام هذه مشعل طبعا هنا لما يعني تقسم او تثقل الفيديو شوي تلاحظ ان اصلا العين هي اصلا ما قادره تقرا سرعه الدوران الزجاجه فتعطينا الشكل ثلاثي الابعاد. ما شاء الله. زين مش انا بسالك عن المهارات يعني اللي حاب انه يدخل هذا المجال مجال تقنيه الهيلوجرام، هل هناك مهارات معينه لازم يكتسبها شروط يعني اشتراطات معينه؟ أم... اي واحد كان يعني مثلا نشوف على يعني اللي حاب يدخل في الهولوغرافي في هذا المجال افضل انه يشوف الابتكارات القديمه يعني يشوف تاريخ الهولوغرافي في البدايه يعني واجد طلعت براءات اختراع قديمه جدا زين تساعدنا ما علشان يعني ما أقول واحد كمل وين النقطه واصله الحين ارجع وش اعرف التاريخ صحيح زين بعد ما تعرف التاريخ تطلع بافكار جديدة ممكن تتغلب النقطة اللي واصلة فيها الحين صحيح. الدول. اذا الاستفادة ايضا من تجارب الاخرين شيء مطلوب في هذه فعلا. التقنية وفي ايضا جميع المجالات الحياة. مشعل بن محمد المعشري مطور تقنيات الواقع الافتراضي جدا سعيدين بوجودك معنا وحديثك الشيق ايضا عن هذه التقنية المدهشة بامانه ومبيرة. احسنت شكرا شكرا بارك الله فيك احسن الله اليك اذا ايها الاحبه المتابعين هذا كل ما لدينا لهذا اليوم في برنامج قهوة الصباح، نسأل الله لنا ولكم يعني قلباً مستبشراً فرحاً مغموراً بالصبر ومحفوفاً بالأمل. نتمناكم يوم موفق بمشيئة الله تعالى وملتقانا يوم غد في برنامج قهوة الصباح، تقبلوا تحياتي وتحيات كافة طاقم العمل وإلى الملتقى مشاهدينا.